تعذيب المعتقلين مع الأسف مستمر في العراق والانتهاكات مستمرة. حنين القدو وشقيقه وعد القدو وريان الكلداني كما استمعتم من الشخص قبل قليل في المقطع متهمين بقضايا تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، لكن ما هو رد المرجعية الدينية التي تعتبر الحشد جزء من فتواه؟ النائب عن محافظة نينوى حنين القدو أعلن عن عدول رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن قراره بسحب لواء 30 التابع لميليشيات الحشد من سهل نينوى. القدو قال على صفحته الشخصية بفيسبوك إنه وبتدخل من مرجعية النجف ألغى عبد المهدي الأمر الإداري بسحب عناصر لواء 30 من الحشد الشبكي والذي يقوده شقيقه وعد القدو من مناطق سهل نينوى. عبد المهدي كان قد أمر بسحب اللواء من سهل نينوى بعد قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شخصيات سياسية وقيادية في الحشد على لائحة المطلوبين على ذمة قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان ومنهم وعد القدو.